تداول في صفحات التواصل الاجتماعي صور وسير ذاتية لمرشحي منصب قائد الشرطة وسط بعد قرار إقالة الحالي من قبل مجلس المحافظة، وذكر النشطاء بأن آراء الجماهير كانت مؤثرة جدا على قرار الحكومي من حيث تقديم السير الذاتية للضباط المرشحين لهذا المنصب عبر التواصل الاجتماعي. والدليل أنه حتى بقضية إقالة مدير شرطة واسط كثير من المعايير احنا أخذنا رأي الشارع، يعني نعم من خلال الفيسبوك، من خلال المعلومات اللي تجينا، ها كانت عامل ضاغط انه يعني احنا كثير من اعضاء يعني على وشك التراجع من موضوع اقاله قائد شرطه الواسط، لكن يحسب حساب الراي العام اللي كله يثبت الاغلبيه تثبت انه هناك مخالفات مؤشره على قائد شرطه الواسط السابق. اذا التواصل مع راي الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هو حاله حضاريه جدا وحاله صحيه جدا، ويجب الانتباه لها من كل قائد سياسي. مؤثره جدا، لها من القرار في التأثير، وعن دراسة علمية أكثر من 60% من القرارات، وخصوصا القرارات اللي تتعلق بأمن المواطن. أمن المواطن مهم جدا، أنه أنا أباوع للمواطن شنو رأيه، أهم شيء أنه المواطن يكون مطمئن ومتعاون. عندما أباوع لقائد الشرطة عنده قبولية وعنده قاعدة من الأمان الاجتماعي، محقق قاعدة من الأمان الاجتماعي، خطأ جدا أجي أهزز القاعدة هذه. تم اختيار 6 ضباط برتبة عميد لمنصب قائد شرطة واسط من قبل المحافظ، بعدها يتم اختيار 3 من قبل المجلس بعد المصادقة، ليتم رفع الأسماء إلى وزارة الداخلية لاختيار 1 الضباط الأكفاء من بين المرشحين وفق معايير اعتمدها المجلس ووزارة الداخلية. سوف يكون اليوم لدى الائتلاف ولدى أعضاء مجلس المحافظة عموما مقابلة لهذه الشخصيات، و سوف يتم الأسئلة ووفق معايير وضعت لهذه المقابلة. وجودي لمدة 4 سنوات مثل ما قدمت أنه أنا مدير مكتب المفتش العام في محافظة واسط، والآن أنا أيضا أدير أكبر مديرية في المديرية العامة لشرطة الطاقة، وهي مديرية شرطة نفط الجنوب اللي تشمل 4 محافظات الجنوبية. إن شاء الله إذا المجلس منحنا الثقة نكون عند حسن ظن أبناء محافظة واسط أولا، وعند حسن ظن قيادتنا في وزارة الداخلية وكذلك أبناء المحافظة. نحن داعمين لكل شخص راح يتم اختياره من قبل مجلس المحافظة والمحافظة، وإن شاء الله عندنا مشاريع مستقبلية في حال صار القرار علينا. وأحد الأخوة مشاريع لخدمة المحافظة أولا وخدمة العراق وظرف صعب في هذا الوقت، وإن شاء الله أي شخص من عندنا راح يترشح بعد الاختيار احنا كنا داعمين له. التأثير على القرار الحكومي من خلال التواصل الاجتماعي بات أمرا محتوما، وذلك لبيان رأي الجماهير بإبداء آرائهم، وأهمها اختيار المرشح الجديد لمنصب قائد شرطة واسط. أحمد النجار، قناة رشيد، الفضائية، واسط.